طبعا كل ده ان رانكد، ان رانكد يعني انت ما بتاخدش عليه سكور ولا اي حاجه. بالجوز يا جدعان بالجوز. انا شاكك والله اعلم ان دول بوتس. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من لعبة ببجي هنلعب مود جديد وهو مفروض التيم ديس ماتش. طبعا انا كنت بلعب ببجي على طول ايام الباتل رويال، ما كانش فيه بقى الاركيد ولا تيم ديس ماتش ولا ارينا ولا اي حاجة من الحاجات دي. فخلينا نشوف كده مع بعض المود ده نظامه ايه. نبدأ معنا ايه، معنا سكار تقريبا. تعال نشوف بقى التيم ديس ماتش حكايته ايه. اوه طبعا اللي فهمته دلوقتي، طبعا انا لسه بتعرف ان هي زي كول اوف ديوتي، وان شاء الله هنلعب كول اوف ديوتي برضو باذن الله مع بعض. اركب اركب اركب. حد تاني اهو اهو اهو. اركب اللي بعده. بقول زي كول اوف ديوتي فعلا. بص ده وقع، وقعوه الرجاله، وقعوه واحد هناك اهو. حلو قوي. اللي بعده طبعا كل ده ان رانكد، ان رانكد يعني انت ما بتاخدش عليه سكور ولا اي حاجه. بالجوز يا جدعان بالجوز. انا شاكك والله اعلم ان دول بوتس. تمام ستة. كفر مي. دول بوتس يا جدعان ولا ايه؟ حد يبقى يقول لنا. بص 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 بص. اوه طبعا انا كده ما عادش معايا خلاص اي اسلحه. هجيب منين لود اوت يا جدعان؟ طبعا انا معلي الجرافيك على الاخر خالص، فاللعبه بتعمل شويه لاجز بسيطه قوي معايا. حتى كمان بيعمل لي ريكومنديشن ان انا اقلل الجرافيك. انا عامل على اعلى حاجه. طب انا يعني مش عارف اجيبه بايه ده، اضربه بنيتين في دماغه واخد سلاحه ولا ايه؟ تعال نجرب. استحاله 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 تظبط. يا رب يا رب. انا قلت استحالة تحصل. احسن كده عشان يبقى معانا سلاح بقى. تمام فيكتوري كسبنا 40. حلوة حلوة. بس طبعا مش عارف ملكة ولا ملك دي ولا هي تقريبا الام في بي بتاع الجيم. السكور بتاعنا ايه؟ انا قاتل 7 تمام، وهم مش عارف 12 14 7. مش بطال. كونتينيو. حلو الجيم. بس بصراحة كول اوف ديوتي احسن. ديت برضو ببجي في نفسها كده، من رأيي كول اوف ديوتي احسن، وان شاء الله هنزل لكم بكول اوف ديوتي. يلا بسيطة بسيطة، معلش معلش مش مستوايا، بس يلا حبيت اشارككم الديس ماتش في ببجي. انا مش مستمتع بيه قد الباتل رويال، ومش مستمتع بيه قد كول اوف ديوتي. طبعا ان شاء الله هنلعب كول اوف ديوتي قريب. ويا ريت نشارك الفيديو، اتمنى نوصل ل 100 لايك، والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنسوش الاشتراك، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد، وهتستنوني في المزيد من الفيديوز. واشوفكم على خير. سلام.